أنا سعيد اليوم بالتواجد في هذا الملعب هذا اللي لعبت فيه ملي كنت صغير في بداية السبعينات، كان ملعب ترابي، وأنا سعيد اليوم أن أتحول لملعب عشب اصطناعي. طبعا كان هذا الملعب هو النواة، المعمل اللي تتكون فيه اللاعبين ديالنا ديال القنيطري، وكان الأب الصويري هو رئيس هذا، يعني هو كان المدرب الرئيسي ديال هذا النادي هذا، بحيث أنه كان تيشتغل في التنقيب وكذلك التكوين، وكان تقريبا تيقضي اليوم كامل، يعني تيبدأ من 6 الصباح حتى 6 العشية. طبعا هذا الملعب هذا خرج مجموعة ديال اللاعبين اللي وصلوا للعالمية، منهم اللي لعبوا كأس العالم ودازوا للدور الثاني، كذلك كان خزان ديال اللاعبين اللي كانوا تيلتحقوا بفرق أخرى. فالأب صواري كانت الميزة دياله هو أنه كان يعتمد على التقنية الفردية، يعني كان يشتغل على الأناليتيك. هذه الأشياء اللي ولينا تنشوفوها عاد بدأت رجعوا لي هذا في كرة قدم حتى العالمية. كان يعني كان إنسان يعني تيحب الفريق دياله، وبالتالي كان يعني تيقضي النهار كله مع اللاعبين في التنقيب وكذلك في التكوين. كذلك ما نسوش أنه خرج زيادة على اللاعبين، خرج مجموعة ديال المدربين اللي تبنوا الهوية ديالنا ديال القنيطري والاشتغال على الطريقة اللي اشتغل بها الأب صويري، وهاد المدربين وصلوا كذلك حلجوا ألقاب وبطولات، ويعني في الدوري المغربي وفي دوريات أخرى. تنظن على أنه احنا سعدك أن الاسم ديال الأب صويري غيبقى خالدا في هذا الملعب هذا. كذلك تنتمنى أن هذا الملعب يعطينا جيل جديد ديال اللاعبين بالهوية ديال النادي القنيطري، وكذلك في السنوات المقبلة يكونوا هما النواة الصلبة ديال فريق النادي القنيطري، ويرجعوا به للقسم الوطني الأول اللي هو المكان الطبيعي ديال هذا الفريق. اليوم كان عندنا حفلة تسليم الملعب الصويري للنادي القنيطري، وهذا الشيء طبيعي الحال كيدخل في إطار تعزيز البنيات الرياضية ديال القنيطرة. هذا غيكون إن شاء الله إضافة نوعية بالإضافة إلى الملعب البلدي، وهذا الشيء كل شيء كما قلت تعزيز البنيات الرياضية، وبغينا هذا الملعب الصويري يرجع يعني الأمجاد ديالو، يخرج يعني أبطال في كرة القدم. وكنتمناو النادي القنيطري يستغلوا هذا الملعب هذا باش إن شاء الله النادي القنيطري يرجع يعني الأمجاد ديالو ويرجع للقسم الصفوة، ونتمنوا التوفيق، وحنا على استعداد دائما نتعاونوا مع الفريق نادي القنيطري. وشكرا. كما تعرفوا اليوم فهو كان جوج ديال المناسبات. المناسبه الاولى هو تسليم نادي القنيطري الملعب ديال الصويري من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللي تنشكروا السيد الرئيس على المسانده ديالو وعلى هذا الملعب اللي اليوم تسلمناه. وهذا الملعب تيجي في اطار البرنامج اللي حنا مسطرين ليه لتعزيز البنيه التحتيه ديال نادي القنيطري، اللي الاساس ديالها هو مشروع رياضي اللي تيركز على الفئات. واليوم هذه البنيه التحتيه اللي تساعدنا كثير، تساعدنا كمكتب المسير باش نقدروا ننجحوا المشروع الرياضي ديالنا. بالنسبه للشيء الثاني هو اليوم الدوري ديال المرحوم الصويري. كما تعرفوا الدوري ديال المرحوم الصويري، فينا اليوم النادي القنيطري في هذه العطله ديال الدراسيه، عملنا جوج ديال المسائل. المساله الاولى هي عملنا ابواب مفتوحه للشباب لاكتشاف المواهب، والشيء الثاني المساله الثانيه هي عملنا دوري المرحوم الصويري للتنقيب، وهذا الدوري اللي تيشاركوا فيه جمعيات ديال الاحياء اللي ما بغيناش، اللي فتحنا لهم الباب باش تقدروا نبروسبكتيو ونقدروا نقبوا على هذه المواهب ونشوفوا المواهب اللي اختاروهم المدربين يعزوا الفريق ديال نادي القنيطري. وهذا الشيء تيمشيو على الخطوات ديال المرحوم الصويري، لانه كما تعرفوا الدوري فهو اسمه الدوري المرحوم الصويري، وكما تعرفوا فهو الاب الروحي ديال نادي القنيطري، الاب يعني الاب اللي عطانا بزاف ديال الحوايج، منهم اليوم اون سي انسبيري منه باش نقدروا نديروا باش نبداو هذا البرنامج ديال اكتشاف المواهب. فنحن كعائله المرحوم جد فخورون بهذا الدوري اللي قام به نادي القنيطري بمعيه المكتب الجديد اللي كترأسه رئيس اللي هو مدينة القنيطرة، شاب من شبان وشباب مدينة القنيطرة. فصراحة خدع على عاتقه أنه يأخذ التجارب اللي كانت فيما مضى اللي كانت يقوم بها مرحوب، فأكدوا على أنهم غادي يديروا واحد البيبينير اللي كتحتاجها مدينة القنيطرة واللي كتحتاجها فريق النادي القنيطري،
واللي حنا الحمد لله في مدينة القنيطرة هاد القوة عندنا في مدينة القنيطرة. كيف كان المرحوم الله يرحمه اللي كان عقلو حنا ملي كنا باقيين صغار، كان كيجي من الملعب وتيمشي تيقلب على 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 يعني في الملاعب هكا ديال الحومه، وتيجيبوا كيشوف الناس اللي كيلعبوا في الزنقه وتيجيب اللعابه، ومن ثم جاوا لعابه لاسماء كبار اللي خلدوا الاسم تاعهم في المشوار الكروي، منهم سي بوحياوي، منهم بوساتي، منهم جمال، منهم خليفه، منهم بزاف اللعابه اللي يعني بقات الاسم تاعهم مرسوم في الـ في الـ في, الـ في الـ الكره ومرسوم على صعيد المغرب. فالحمد لله كانت فعلوا خير بانه هناك مكتب جديد، وكانت فعلوا خير بانهم خداو يعني واحد السيره اللي كان المرحوم تيمشي عليها، واللي كان دائما يعني موجود الحمد لله اللعابه اللي عندنا كقوه وكطاقه في مدينه القنيطره. فالحمد لله انتابوا لهذه المساله اللي كان المرحوم تا هو كيمشي عليها، فهما انتابوا حاليا المساله هذه وغيكون فيها خير مستقبلا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني كحنا كمدينه القنيطره الى مشينا تا يعني خدينا القوه اللي عندنا في مدينه القنيطره، ما غاديش يحتاجوا يعني العناصر الاخرى او لا بقى نشريو لعابه اخرين. فالقنيطره عندنا الحمد لله طاقه اللي موجوده خاص غير اللي استغلها، وكنشكرهم جزيلا لانهم قاموا هذا الدوري في هذا اليوم اللي هذا الملعب تا هو كيف فتحوه باسم مرحوم الله يرحمه. فشكرا جزيلا للطاقم، وشكرا جزيلا للسيد الرئيس، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم جات تاع القنيطره ترجع له، لانه ما دوزش قليل والفريق ما دوزش قليل، واسم النادي القنيطري راه هو اسم يعني عالمي اللي يلعب مع فرق عالميه، والحمد لله كان كيشرف المغرب. ونتمنى الله انه حاليا يعني يخدموا على ارجاع الامجد ان شاء الله الرحمن الرحيم.